السلام عليكم أطفالي الصغار، كيف الحال؟ اليوم إن شاء الله سنقترح عليكم رسم سمكة. بسم الله، الآن نرسم ديل السمكة. هذه مراحل رسم ديل السمكة، ثم بعد ذلك سنبدأ أو سنشرح في تلوين السمكة بألوان مبهجة إن شاء الله. وبعد الانتهاء من الديل سنشرع في رسم الزعانف. هذه هي مراحل رسم الزعانف. ونرسم باقي تفاصيل السمكة هكذا حتى نتممها إن شاء الله. هكذا نرسم خطوة خطوة حتى نتمم جميع أطراف السمكة بإذن الله. نحتاج إلى بعض الصبر والتأني في الرسم لكي نتقنه. والآن نرسم عين السمكة. هذه مراحل رسم عين السمكة. والآن نرسم فم السمكة. هكذا تقريبا اتممنا جميع مراحل رسم السمكة، وبعد ذلك سنشرع في التلوين. والآن رسمنا فقاعات الماء التي تخرج أو الهواء التي تخرج من فم السمكة. الآن سنبدأ في تلوين السمكة. سنعتمد مجموعة من الألوان نبدأ باللون البرتقالي. سنستخدم الألوان المبهجة. التلوين ينبغي أن يكون في اتجاه واحد لكي لا تظهر لنا تلك الخطوط، لكي يكون التلوين صحيح. يعني نبدأ مثلا من اليمين إلى اليسار أو من الفوق إلى الأسفل، هكذا لا نتخبط في التلوين حتى نتمم التلوين ويكون تلوينا جيدا. Thank you.
بعد اللون البرتقالي سنأخذ اللون الأزرق الفاتح. هذه الألوان جميلة وتتناسب مع بعضها ومبهجة كما قلت في السابق. التلوين يكون في اتجاه واحد لكي يكون تلوينا جيدا ومتناسقا. وبعد اللون الأزرق سنعتمد اللون الوردي. وكما قلت أطفالي الصغار في سابقا، فإن التلوين أو الرسم يحتاج بعض من الصبر لكي تكون نتيجة جيدة بإذن الله. والآن سنأخذ اللون الأزرق الغامق لنتمم باقي أو نتمم تلوين باقي قشور السمكة هكذا. والآن نأخذ اللون الأصفر لنتمم تلوين باقي القشور. والآن نأخذ اللون أزرق فاتح لنلون بعض القشور هكذا. ممتاز، بهذه الطريقة نلون القشور. ثم اللون البرتقالي، وبذلك سننهي جميع الفراغات لننتقل إلى تلوين باقي الأطراف الأخرى. ثم نلون بعد ذلك فم السمكة باللون الأحمر بطبيعة الحال.
ثم نلون الفقاعات هكذا، ونترك بعض الفراغات الصغيرة في الفقاعات. هذه طريقة تلوين الفقاعات. وبهذه الخطوة أطفال الصغار نكون أتممنا رسم وتلوين السمكة، ونترككم إن شاء الله إلى رسم مقبل. السلام عليكم، إلى اللقاء أطفال الصغار، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.